ايه ده؟ رامز؟ انت بتعمل ايه هنا يالا؟ انا راجي بيه كان بعتني اجيب له حاجه من هنا. تعالى يالا، انت رايح فين؟ بابا بعتك تجيب له حاجه من الخزنه؟ لا ده هنكلمه نساله بقى. وحياه اغلى حاجه عندك ما تعمل كده. انت جاي تسرق يالا؟ بتخون اهل البيت اللي وثقوا فيك ومسلمينك عربياتهم ومدخلينك بيتهم، انت عبيط يا؟ انا سايب ابويا بيموت في البيت ومعيش حق الدواء عشان اجيبه له، ومفيش حد استلف منه، فجأة لقيت رجليا جايباني هنا اعمل ايه يعني؟ وليه ما قلتش لراجي بيه؟ ولا قلت لي كنا ساعدناك بدل ما تمد ايدك للحرام وتسرق؟ انا مش متعود اطلب حاجه من حد. امال متعود تسرق؟ انا عمري ما عملت كده في حياتي، بس الحجه وحشه مش عارف اعمل معاك ايه. الصح اني ابلغ عنك. لو سجنتني ابويا وامي مش هلاقي حد يصرف عليهم، ملهمش غيري. الدواء ده بكام؟ خلاص مش مشكله، انا اتصرف. دول كل الفلوس اللي معايا، متهيألي 2000 جنيه كفوك. ألف خيرك، شكرا. استنى يا، هو أنت فاكر إن أنت كده خلاص هتمشي؟ أنت ناوي على إيه؟ أنا مش هبلغ عنك ولا أقول لحد، بس عشان خاطر أبوك وأمك. بس أقسم بالله العظيم لو حاولت تمد إيدك وتسرق تاني أنا هقول لراجي بيه وهبلغ عنك البوليس. أظن كده عداني العيب. اتكل على الله. ماشي. الصور دي اتاخدت لكم امتى؟ النهارده الصبح. المهم دلوقتي بقى عايز اعرف مين اللي صورنا وعايز ايه؟ اكيد حد عايز يبتزك. مين ممكن يكون عارف بعلاقتكم؟ مفيش. وبسمة؟ مفيش حد من طرف عارف؟ لا طبعا، انا محرج عليا ما تقولش لحد. تفتكر ان ممكن يكون حد من طرف بسمة هو اللي صورنا؟ ده احتمال كبير. مين كان عارف انتوا هتتقابلوا فين النهارده غيرها؟ حتى هي كمان اللي اختارت الاوتيل، وهي اللي حاجزه الديوز. بس ايه مصلحتها تلعب معايا لعبه زي دي؟ انا علاقتي بيها كويسه، مفيش اي مشاكل. بس ما انسانه طموحه، مش هترضى انها تعيش معاك طول العمر ده في الضل. ممكن تكون رتبت كل ده عشان تجبرك انك تتجوزها. بس انا من الاول متفق معاها ان مفيش حاجه زي كده هتحصل. هتبقى غبية قوي لو فكرت تلوي دراعي. المشكلة دلوقتي لو الصور توصل للإعلام. لو اللي بنفكر فيه صح وهي اللي رتبت كل ده، يبقى هي بتجس نبضك عشان تشوف آخرك معاها. طب لو مش هي؟ مضطرين ننتظر لحد ما نشوف اللي بعت الصور ده يظهر ونشوفه عايز مننا ايه. اه يعني انا بقى هفضل قاعد مستني لحد ما حد يظهر ويبتزني. بقول لك يا فريد اتصرف وبسرعه. مبدئيا نبعت لي الرقم التليفون اللي اتبعتت منه الصور، انا هشوف هوصل لفين. ولحد ما اوصل لصاحب الرقم ده انا عايزك تتصرف بحرص، وخصوصا مع بسمه. انت ازاي تغلط غلطه زي دي؟ اول مره اطلب منك حاجه تعملها بالعشوائيه دي؟ ده اسمه يا رامز؟ لا يا باشا، انا كنت واخد كل احتياطاتي. انا كنت متاكد 100% ان مفيش اي حد في الفيلا غير عم رضا بتاع البواب. ما كنتش شاكك في حاجه يعني. ماشي، اللي حصل حصل. كويس انها جت على علي. لو كان حد تاني اللي شافك ما كنتش عارف اطلعك منها. بس سامح يا باشا، لو علي قال اللي شافه انا ممكن اروح في 60 داهيه. ما اظنش. لو كان عايز يعمل حاجه كان بلغ البوليس وثبت حاله. كويس. أنا خايف أوي. لا بقول لك إيه؟ أنا عايزك تنشف وتجمد قلبك، وبعدين ما تنساش أنا معاك. المهم، أنا عايزك اليومين دول تكن شوية، وخصوصًا إن علي هيبقى حاطط عينه عليك.
عايزك تثبت له ان انت فعلا كنت محتاج الفلوس دي عشان علاج والدك. اظن فهمني. عامل ايه دلوقتي يا بابا؟ يا بابا انا مش عايزك تزعل مني. انا بعمل كده عشان انت صعبان عليا وانا مش عارف اخد لك حقك. انا مش هتكلم معاك غير لما ترجع عن اللي في دماغك. صلي الرامس جا من بره شايل هموم الدنيا على دماغه. ما قالكيش ماله؟ ابدا، خرج من عندك دخل اوضته وقفل على روحه. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. النهارده بقى عندنا درس مهم قوي. نعم هو ريحته وحشه بس مهم قوي. دي اسمها مواسير. اسمها ايه؟ مواسير. المواسير دي بقى بنعمل بيها ايه؟ أبويا الله يرحمه كان بيطلع عليها وبيسرق الناس. كان عفاف يعني. الله يرحمه. لا مالكش دعوة بالحاجات دي. يعني ليها استخدامات تانية هنعرفها دلوقتي. لازم بس نتعرف على أسماء الحاجات اللي هنستخدمها. ماشي؟ ده اسمه إيه؟ تي. تي. اسمه التي. تي. ماشي؟ وده اسمه كوع. كوع. ماشي؟ احنا بقى هنتعلم النهارده ازاي نركبهم على بعض ونعمل منهم حاجه. الحاجه دي هنعرفها بس ثواني، بس هروح اعمل حاجه واجي. خليكم هنا. كيمو فياض مالك؟ تعالت ليه؟ ابوك ضربني. ضربك ليه؟ كان عايز يعرف انا كنت معاك فين امبارح، فما خدش مني اي فايده وراح واخد مني المحمول عشان ما اعرفش اكلمه. طب بس طيب ايه ده وروح اغسل وشك تلاقي الحمام هناك. ايوه يا ابا، ايه اللي انت عملته مع كريم ده يا ابا؟ قال امي. طب ورحمه امي، ما انت هتعرف تشوف كريم ده تاني. طب ممكن تبعت لي الفيلم على الميل بتاعي؟ ليه؟ تعملي بيه ايه؟ هساعدك، هدور على مهرجانات ممكن تقبل الفيلم وهقدم فيها. بجد؟ اه. انت ازاي حلوه كده؟ بجد. يا كيمو ايه ده؟ مالك؟ ابويا ضربني. ابوك؟ مش انت المفروض بابا ميت؟ اه عندك حق. ايوه ده ميت. انا قصدي الراجل اللي انا عايش معاه. هو في الحمام. طيب الحمام هنا على اليمين. تعال انا هوديك. تعال. وانا اللي قلت انك طالبني عشان نشرب القهوه مع بعض. موبايلك ليه؟ من غير اسئله يا بسمه، مفتاحيه. اتفضل.
انت بتعمل ايه؟ كفايه يا راجل لو سمحت، قلت لك محدش بيمسك موبايلي غيري. عندك نسخه من الحاجات دي؟ ما كنتش اعرف ان شويه صور ليا معاك ممكن تعمل فيك كل ده. هو انت فاكر انا محتفظه بصورنا ليه مع بعض؟ لما تخاف من الحاجه اللي معايا معناها انك بتشك فيا. بس ما انا عايزك تعذريني وتوقفي جنبي. واكيد ما فكرتش في اللي جه في بالك ده. انا في موقف حرج. في حد بيراقبني وعارف حاجه شخصيه زي دي عني. خايف يوصل للحاجات اللي معاك دي ويستغلها ضدي. طب وانت ليه تفضل قلقان؟ الحل انك تعرف الناس كلها ان احنا مرتبطين. ساعتها محدش هيقدر يهددك باي حاجه. انا مش هكرر اي حاجه دلوقتي الا لما اعرف مين اللي عمل كده وعايز ايه. هو مالك، مفيش غيره في الرايحه وفي الجايه بيلسن عليا بالكلام. انا مستبعد الاحتمال ده خالص. مالك ملوش مصلحه في حاجه زي كده. لا ليه مصلحه طبعا. مصلحته ان هو عايز يتخلص مني عشان عارف اني قريبه منك. مالك ذكي، مش هضحي بعلاقته بيا ولا بلينا عشان يخلص منك. صدقني يا راجل هو مالك. طب ممكن تحاول تهدى شويه وتنسى موضوع الصور ده. انا ما بحبش اشوفك متوتر كده. ممكن تجيلي البيت النهارده؟ مش هينفع يا بسمة، احنا لازم نبعد عن بعض فتره لحد ما اعرف مين اللي بيعمل كده. ماشي يا روكي. هو انت ازاي تدخلي على المكتب من غير ما تخبطي؟ انا مش قادره اعرف انت ليه بتكرهني قوي كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في انك مصر تدمر حياتي، كل اللي انا ببنيه بقالي سنين انت عايز تضيعه، هتستفيد ايه؟ ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه؟ لا انت عارف كويس، بلاش استعباط. انت اتجننتي، ازاي تتكلمي معايا بالطريقه دي؟ مش عاجباك طريقتي. طيب بلاش. كل اللي انت بتعمله ده يا مالك مش هيفيدك باي حاجه خالص. انا بقى هعرف اردها لك بطريقتي. مشغولة؟ طب أنا جايلك عايزك. كيمو، تروح تكمل العصير ده جوه. أنا مش هستنى لحد ما الاقي الواد راجع لي ساح في دمه بصراحة. أنا مقدر خوفك على كريم وأنا عايز أساعده، بس أنا خايف من رد فعل توفيق لو ما رجعتلوش الولد. فعلا يا عم، توفيق ده ممكن يبوظ كل حاجة. ممكن يروح لراجي، لإلهام، أو حتى يتفق مع فريد علينا. يا جدعان أنا عارف تمامه وعارف أوقفه عند حده. الفكرة بس إنه مش هينفع يفتكر إن اللي حصل ده عادي وهيعدي بالساهل. كل اللي عاوزه بس يعني مكان يقعد فيه كريم يومين ولا ثلاثة كده لحد ما الاقي صرفة مع ابويا. بابي وبسمة؟ مش مصدقة. طب ازاي وامتى انا على طول معاهم؟ وازاي ما خدتش بالي؟ واضح ان هم واخدين بالهم من تصرفاتهم كويس. انا نفسي عرفت بالصدفة. انت عارف من امتى؟ بقالي فترة. وازاي ما جيتش تقول لي؟ هقول لك ايه؟ وانت شايف ان دي حاجة عادي ما تتقالش؟ اه ما تتقالش. بعدين ما ينفعش اتكلم معاك اصلا في موضوع زي ده، خصوصا ان انا عارف مستر راجي بقى ايه بالنسبة لك. وبعدين الموضوع بقى من اوله لاخره بصراحة محرج. والموقف دلوقتي مش محرج. انا اضطريت اقول لك عشان بسمة اتجننت، تقريبا اتهجمت عليا في المكتب. دي بتهددني ان هي تطردني انا من الشركة. انت جيت تقول لي عشان خاطر خايف من بسمة. هو في ايه يا لينا؟ انت بتلومين انا في الاخر؟ انا بقول لك عشان شايف بسمة عايزه تسيطر على الشركه ومستقويه بمستر راجل، والا ما كانش تجرأ وتكلمني بالمنظر ده. انت ما شفتيش كان بيكلمني ازاي؟ لينا انا اسف، اكيد مش قصدي اضايقك يعني. بليز يا مالك لو سمحت سيبني لوحدي. اكيد مش هسيبك لوحدي كنت كده. يا مالك بليز.
اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقولك يا حسن، ايه؟ مش عايز اقعد مع الظابط ده يا حبيبي. هنا من مكان بعيد عن ابوك. ايه انتوا هتفضلوا تتكلموا عند الباب؟ لا يا باشا. لا لا تمام، انا متشكر قوي كمان يا باشا، مش عارف اقول لحضرتك ايه والله. استاذن انا بقى. خليك قاعد معايا شويه يا حسن. يا حبيبي انا كده كده همشي، لو عوزت اي حاجه بس رن لي على التليفون. يلا سلام عليكم. حسن يا باشا خد بالك، انا مش هستحمل الوضع ده اكتر من يومين ثلاثه. يعني احنا على اتفاقنا وان شاء الله هتصرف يا باشا. جيب لي حضرتك على راسي. سلام عليكم. سلام. لا يا كريم، ما تمسكش حاجه مش بتاعتك عشان ما تضيعش او تتكسر. اتفقنا؟ جعان؟ ماشي، هطلب لك بيتزا. يلا. ايه يا حبيبي في ايه؟ مالك؟ ما تخافش، انا كنت هوريك الاوضه اللي هتنام فيها. تعال يلا. عندك هدوم اغيرها؟ ما عنديش، بس هنحاول مع بعض كده نتصرف. بس تبقى على قدي. ماشي يلا تعال. بسمة، ممكن تبعدي عن بابي نهائي؟ سوري انا مش فاهمه تقصدي ايه. لا انت فاهمه قصدي كويس قوي. هو مستر راجي اشتكى مني في حاجه؟ بتخليكي سريت شويه في كلامك يا بسمة. لينا انا اسفه بس فعلا كلامك مش واضح خالص بالنسبه لي. مش واضح. طيب بابي تقطع علاقتك بيه نهائي كده واضح؟ لا هو من الواضح ان في سوء تفاهم. انا ما وصلنيش اي شكوى رسميه من مستر راجي. مش يمكن ده عشان علاقتك بيه مش رسميه اصلا؟ انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مستر راجي زي اخويا الكبير ومديري في الشركه، وعلى طول كنت انا على طول كنت على علاقه بيه. بصي يا بسمة، يومين بالظبط ويوصل لي استقاله منك على الميل بتاعي، ما تضطرينيش ان انا اعمل ده بنفسي. انا لحد دلوقتي بتعامل معاك بما يرضي الله وعامل حساب انك ابويا، بس هتيجي عند كريم اقسم بالله ما عامل حساب لاي حاجه في الدنيا. لا 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 مؤاخذه بقى، فهمني الفوله كده وتعالى دغري احسن. افهمك الفوله؟ اه انا عايز كريم، وكريم هيقعد معايا او هجيب له مكان بعيد عنك، عشان انت لما بتضرب الهباب اللي انت بتضربه ده ما بتبقاش حاسس باي حاجه خالص. لا روح لامك، كريم هيفضل معايا. لا مش هروح لامي، هديك فلوس، هديك مرتب كل اول شهر. مرتب 200 300 جنيه عشان اسيب ضنايا؟ لا مش 200 300 جنيه، هديك 1000. قليل. اه كريم غالي عندي قوي، دخل العنقود يا حسن. بص يابا، من الاخر كده كريم هيفضل معايا وانت مش هتعرف تعمل حاجه، وخاف على نفسك عشان انت عارف ان سمعتك زي الزفت، ولو عملت فيك بلاغ قد كده قد كده صغير قد كده كده تدخل السجن. احبس ابوك ابو علي. اه احبس ابوك واطلع من الحبتين اللي انت عاملهم دول. رجع الواد ابو علي احسن لك. بياته امبارح بره البيت عديته بمزاجي، بس الليله هيبات في حضني. شو هيحصل يابا؟ لا ايه ما احسن لك ابو علي ورجع الواد. وانت ايه يا اخي؟ مفيش حاجه بتهدك خالص؟ يعني موتت امي بحصرتها ودمرت لي حياتي، وحتى العيل الصغير ده مش راضي تسيبه في حاله. اتهد بقى الله يهدك في البتاع دي. ماشي يا حسن، كبرت وبقيت تعلي صوتك على ابوك، بس انا هوصل لكريم وهيبات في حضني. اخر العنقود يا حسن. هاي مامي. هاي حبيبة ماما، تعالي تعالي اوريكي. تعالي بصي، في منهم موهوبين جدا، عشان كده بفكر اجيب حد يساعد ليلى. انا كمان ممكن اعمل لهم معرض عشان اعرض لهم شغلهم ده. انا فكرت النهارده كمان اعمل لهم رحلات عشان يشوفوا اماكن جديده. كويس. ايه يا قطه، في حاجه حصلت؟ اليوم كان كويس؟ المهندس قال لكم هيسلم لكم الفيلا امتى؟ لسه شويه. طب ما حددتوش ميعاد خطوبه؟
لا انا ومالك مشغولين قوي في الشركه، يعني مش بنفكر في الموضوع ده دلوقتي خالص. مساء الخير. مساء النور. يا ريت عندي وقت اروح جيم زيك. انا داخله اوضتي اغير هدومي. مالها لينا؟ مش عارف، بس تلاقيها متخانقه مع مالك ولا حاجه. انت عارف بنتك ما بتشتكيش. اقعد يا راجل اقعد. بص بص رسومات الاطفال قد ايه حلوه. انت مش متخيل انا قد ايه فرحانه بالموضوع ده. وكان عندي حق ان انا اختار ليلى وعلي. لو تشوف علي وهو بيتعامل مع الاطفال مش هتصدق نفسك، بيبقى مبسوط جدا. صحيح. بمناسبه علي، انا فكرت في كام جامعه بره كده ممكن اقدم له فيهم. يعني اول سنه هيقعد يدرس لغه يحسن الانجليش، ما انت شايف الدروس اللي هنا مش كفايه. بعد كده بقى ممكن يتخصص. انا شايف انه يتخصص في البيزنس احسن، خصوصا انه معاه بكالوريوس تجاره. انا بصراحه مش عايزه يتاخر عن كده. لو هيبقى مبسوط ما عنديش مشكله، بس طبعا هسافر معي. ولينا ومروان هتسيبيهم يا حبيبتي؟ خصوصا لينا زي ما انت شايفه الخطوبه وترتيبات الجواز موتراها. مش عارف يا راجل، انا مش هقدر اسيب علي يسافر ويبعد عني تاني. حبيبتي يعني هو هيسافر العمر كله؟ ده كلها سنتين ثلاثه يخلص دراسته ويجي. وبعدين يا حبيبتي انت عندك السنتر والجمعيه، هتسيبهم؟ يعني عموما ده مجرد اقتراح، احنا نتكلم معاه ونشوف هو عايز ايه. هو علي بيه قال لك انه جاي في السكه؟ اه. انت عايزه فيه بالظبط؟ كان بعتنا اجيب له حاجه عم رضا وهديها له وامشي على طول. طب ما تديها انا، اديها له انا واتكل انت على الله. انت عايز تمشيني يعني يا عم رضا؟ اقوم يعني؟ لا 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 لا، انت خلقك ده كده ليه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ علي، انا جبت الحراك الفواتير اللي جبت بيها الادويه بتاعت ابويا. انا طلبت منك حاجه؟ انا بس يعني عملت كده عشان حضرتك تصدقني. طب ما انا مصدقك. انا لو مش مصدقك ما كنتش ساعدتك اساسا. طب ممكن لو سمحت يعني محدش يعرف اي حاجه عن اللي حصل جوه؟ لو سمحت. زي ما قلت لك، ما تعملش حاجه غلط تاني، انا مش هقول لاي حد على اي حاجه. حبيبتي في حاجه مزعلاكي ولا ايه؟ لو مالك مزعلك قولي لي انا اتصرف معاه. انت بتثقيش فيا ولا ايه؟ مش عارفه اذا كان المفروض اثق فيك ولا لا، خصوصا بعد ما عرفت ان حضرتك على علاقة ببسمة. انت مين اللي قال لي الكلام ده؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم ازاي انت تعمل كده؟ ازاي تعمل كده في مامي وفيا؟ ازاي؟ انت بتحاسبيني ولا ايه يا لينا؟ اكيد لا، اكيد مش بحاسبك. أنا مصدومة. أنا أول ما اتقال لي الكلام ده ما صدقتش، قلت أكيد أنتوا بتتكلموا على حد تاني مش بابايا. أنا كنت بجد بحسد مامي عليك، بقول يا بختها عندها أحسن راجل في الدنيا. أنا كنت بدور في وسط الناس على واحد يبقى زيك. أنا عارف إن أنا غلطان. كل الناس بتغلط علينا. أنا عايز أصلح الموقف. عايز كل حاجة ترجع زي الأول. لينا أنا عايزك تساعديني عشان الموقف ده يعدي. بلاش تقولي لا. Thank you.
صباح الفل يا سعاده الباشا، وحشني يا كبير. ايه اللي جابك هنا يا توفيق؟ مش قلت لك ما تهوبش ناحيه الشركه؟ حلمك بس يا باشا. الله، انا ما جابنيش هنا غير الشديد القهوي، عندي معلومات تهمه. معلومات مهمه عندك انت؟ ايوه باشا، بس المؤاخذه يعني مش هينفع هنا كلمه تتنطور كده ولا كده. ركبني معاك سعادتك ومش هتنى. لف ورقه. افتكر على الميتنج الجاي الصوره كلها هتكون بقت اوضح. يعني احنا هنعمل معاهم الكونفرنس كول خلال اليومين الجايين. المهم تبعت لي الايميل اول ما يوصلك، عايز اكون صوره مبدئيه كده قبل الميتنج. اوكي. صحيح، اخبار التامين ايه؟ والله الشركه لسه بتماطل يا راجل. هو مش خلاص قضيه سرقه العربيه اتقفلت؟ هي رسميا لسه شغاله، بس عدى وقت كتير قوي وشكلهم مش هيوصلوا لحاجه. ما تقلقش، مساله وقت وهنصرف مبلغ التامين. كويس. كنت عايزه ابلغ حضرتك بمواعيد بكره. طيب استاذن انا. اتفضل يا هشام. راجي انا عايزه اتكلم معاك. هنا؟ انت شايف المكان هنا مناسب يعني؟ طيب استناك في البيت؟ مش هينفع يا بسمة، مش هقدر اجي. راجي انا محتاجه اتكلم معاك ضروري. انت وحشتني قوي، انا بجد مش قادره اتخيل حياتي من غيرك. انا حتى مش عارفه اتكلم معاك في التليفون. تكلميني في ايه؟ مش عملت اللي في دماغك ورحت قلت لينا؟ انا؟ هي لينا قالت لك كده؟ هي ما قالت ليش، بس من غيرك هيقول لها. لا طبعا ما حصلش، دي هي اللي جات لي المكتب وكانت عارفه كل حاجه، وحتى بهدلتني وطردتني من الشركه، ولو مش مصدقني روح اسالها. طب لو مش انت اللي قايله لها ما كنتيش قلت لي ليه انها عارفه حاجه زي كده؟ حبيبي أنا ما كنتش عايزة أزود توترك، استحملت وسكت علشانك. راجي أنا بحبك قوي، ومتهيألي أنا قدمت كتير قوي علشان أثبت ده. سنين وأنا ساكتة ومستحملة علشان بس أفضل جنبك، وما كانش ليا أي طلبات. ما ينفعش خالص تيجي دلوقتي تشك فيا. ما أنا لو عايزة أكشف علاقتنا قدام الناس كلها كنت عملت كده ومن زمان قوي. ما بقتش فاهم أي حاجة. أمال مين اللي بعت الصور؟ مين اللي قال لينا؟ مش عارف اخلص من المصيبه دي ازاي. مصيبه؟ حبك ليه دلوقتي بتسميه مصيبه؟ ماشي يا راجل، عموما انا هستحمل بس لحد ما الموضوع ده يعدي. ولو خلصنا يعني اتكلم يا باشا، يعني الدنيا هنا امان؟ هتخلص ولا ارميك في الشارع؟ اتكلم يا باشا، اتكلم يا باشا. انا عندي معلومات على علي ابن راجي باشا. معلومات ايه؟ يا باشا لا مؤاخذة، دي معلومات تساوي تقولها ذهب وما تتقالش كده. ما تتقالش ازاي يا روح امك؟ غير ما تتعصب يا باشا، معلومات تسوى تقولها ذهب، تستاهل كتير. يا باشا انا راجل غلبان، ولا لا مؤاخذة لو قلت لك كل المعلومات دي صليتي ومليتي، انا هستفيد ايه؟ انا راجل اعرج بجري على عيل يتيم، نفسي اسيب له قرشين يسند عليهم. تبطل حوارات وتجيب من الاخر. والله العظيم والنعمه الشريفه ما بحور عليك يا باشا، وبعدين لا مؤاخذه يعني وزنها كده وخد ود مع نفسك، وانا مطرحي ما يتوهش. انا جيت لك انت الاول بدل ما اروح لراجي بيه ولا الست هاني. اسمع اسمع كويس، عزك عينك تروح لراجي بيه او حد من عيلته والا هكسر لك رجلك، فاهم؟ حاضر يا باشا، حاضر. يلا استنيك يا باشا، ما تتاخرش. يلا غور. جوابني، ابوك الزفت كان معايا دلوقتي، الاهطل كان بيساومني. اسمع انا لغايه دلوقتي ما عملتش حاجه معاه، بس انا صبري قليل،
خليه يبعد عن طريقنا احسن لك واحسن له، فاهم؟ معلش يا سارة، انا عارفه ان انا مشيلاكي شغل كتير، بس ان شاء الله اول ما الدنيا تظبط هرجع السنتر على طول. ممكن بقى ما تقوليش الكلام ده تاني عشان انا اساسا مبسوطه ان حضرتك واثقه فيا. حبيبتي طب يلا تعالي عشان اوصلك لاقرب مكان. مساء الخير طن. مساء النور. مدام الهام. ايوه انا. ما عايز اعرف عشان حضرتك. طيب شكرا. استاذنك تقيه بنت سلام. حاضر. ميرسي قوي. شكرا. خير يا رب. حضرتك كويسة؟ اه. طب تعالي. انا كويسة. تعالي تعالي معلش، ممكن تقعدي هنا خمس ثواني بالظبط هجيب لك مية. ثانية واحدة ثانية. استلمت الصور. ده انا هدفع نص عمري واشوف وشها وهي بتتفرج عليهم. اه؟ انت بتصدق؟ والله صعب انا الاقي الست دي. هتلاقيها منين ولا منين؟ ده حتى الراجل اللي طالع بيه السما وعامله له 100 حساب طلع بلح. هتلاقي مين يطبطب ويدلع غير العبد لله؟ ايه ربنا يقدرنا على فعل الخير. سلام. حبيبي يا راجل، انت هتشوف ايام. مساء الخير يا حبيبتي. ايه الهم؟